اليوم زارنا السيد القائد نجمة جبوري، قائد عمليات نينوى، فوج فرسان جبور، فوج 48. احنا الان هسه حاليا بالمفرق مال عين الجحش هنا، وتعاملنا مع الناس كلش جيد، المواطنين هم متعاملين معنا ان شاء الله، والوضع جيد جدا وماكو شي ان شاء الله، والعراقيين ان شاء الله دوم بخير. والتعاون اهم شيء، التعاون مواطن ويانا، يعني المواطن اذا تعاون ويا القوات الامنيه ان شاء الله ما يصير بعد شيء ولا كل شيء ما عليها الناس. هاي الطريق ماسكين مفرق القياره الى العذبه، فوج 48 فرسان جبور. تقريبا صار لنا قاضبينه 4 اشهر، وقبل كنا قاضبينه بشتاء خط الصد العذبه، تقريبا صار لنا هنا يمكن تقريبا سنه ونص قاضبينه. شلون الوضع الامني؟ الوضع الامني فول، حركه مستمره 24 ساعه، ليل ونهار مستمر، السيارة تطب وتطلع. وضع فول، ماكو كل شيء، طريق مأمن كامل. تعاون الناس، التعاون حيل زين مع الناس، متعاونه وماكو كل شيء، لا خرق امني لا شيء، متعاون العالم ويانا، واذا كل شيء قاعد يبلقونا، اي شيء يشوفون دائما يبلقونا.